السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله هنشرح النهاردة إزاي نعمل مسلوب مركزي أو مسلوب لا مركزي. هنفتح البرنامج مع بعض. هو الكون أول اختيار عندنا، يعني هندوس عليه مرتين. تحت هنا نديله المقاسات بتاعتنا، المقاس الكبير 200 مللي مثلا، هنسلب على 100. الطول بتاعنا 100 برضو، نختار اوت سايد وندوس باترن فيو. ادالنا الشبلونة بتاعتنا زي ما بنشتغل بقى، كل مرة نطلع الأبعاد بتاعتنا. في نقطة بقى بسيطة كده، دلوقتي عندنا الشبلونة دي حتة واحدة، احنا مثلا عايزينها سمكتين تلاتة أربعة، فبندوس على راديال سيكشن ده ونكتب له هنا العدد اللي احنا عايزينه، 2 مثلا أو 3 أو زي ما يكون يعني. بس تمام، ده كده المسلوب المركزي. اللامركزي برضو نفس القصة، نختار أوبليك كون، ندوس عليه مرتين، نديله الأبعاد بتاعتنا، صغير كبير، صغير 100، طول 100، نختار أوتسايد، باترن فيو، نفس الموضوع. اوكي، ادينا الابعاد بتاعتنا. ده كده المركزي ولا مركزي. في طبعا انواع تانية بس دي يعني صعبة جدا، ما بتقابلناش يعني، في الغالب ما بتقابلناش الحاجات دي في شغلنا، لكن هي عموما نفس القصة، نفس الموضوع يعني. نديله ابعادنا الكبير والصغير ودرجاتنا، ونقول له باترن فيو، هيطلع علينا الشبلونة اللي احنا عايزينها. لكن احنا ركزنا بس على الانواع اللي هي بتقابلنا في الشغل، اللي هو المسلوب المركزي والمسلوب اللامركزي. شكرا، السلام عليكم.